كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم، والحمد لله رب العالمين، وسبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في فصل في قصر الصلاة وجمعها. موضوع قصر الصلاة من أجل السفر، وهي لا تقصر إلا في السفر وفي الحج وفي الخوف. يبقى في أسباب لقصر الصلاة: السفر والحج والخوف. الحج في عرفات معروف، والخوف إن شاء الله صلاة شدة الخوف معروف أحكامها وتكلمنا عليها. واليوم نتكلم على أحكام قصر الصلاة في السفر مخصوص. يقول فصل، الشيخ البيجوري بقى بيعلق: أي هذا فصل وهو معقود لشيئين، كما أشار إليه الشارح بقوله في قصر الصلاة وجمعها. يبقى عندنا في السفر إيه؟ ممكن كشافعية نقصر الصلاة ونجمعها، يعني نصلي بعض الصلوات في غير وقتها، اللي بيسموه جمع تقديم وجمع تأخير، بأن تصلي صلاتي النهار الظهر والعصر في وقت أحدهما، وصلاة المغرب والعشاء في وقت أحدهما. فإن قدمت العشاء مع المغرب يسموه جمع تقديم، وإن أخرت المغرب مع العشاء يسمى جمع تأخير. فيقول فصل، أي هذا فصل وهو معقود لشيئين، كما أشار إليه الشارح بقوله، كما أشار إليه الشارح بقوله في قصر الصلاة وجمعها. ولا يخفى أن جمعها شامل لجمعها بالسفر ولجمعها بالمطر، كما يعلم من استقراء كلام المصنف. ولكن لما نجمعها في المطر نجمعها كاملة مش مقصورة. يبقى هو عايز يخلي الفصل هنا يتكلم على القصر مع الجمع، لكن في المطر لما بنجمعها في المطر نجمعها كاملة غير مقصورة. ولذلك جعل بعضهم الفصل معقودا لثلاثة أشياء. جعل بعضهم الفصل معقودا لثلاثة أشياء. والأصل في القصر قبل الإجماع، الأصل يعني الدليل. يبقى الأصل لما يذكروه العلماء، الأصل أصلا لغة هو ما بني عليه الشيء، ما بني عليه الشيء، ما بني عليه البناء يسمى الأصل، زي أساس المبنى يسموه أصل، ونسب الإنسان يسمى أصله، وهكذا زي الأب والأم يسمى الأصل، والأبناء يسموا الفرع. لكن الأصل في كتب الفقهاء غالبا يقصد به الدليل، الدليل، لأنه برضه هو الذي ينبني عليه الحكم، فهو برضه أصل للحكم، فواخد معناه الايه اللغوي برضه. فيقول لك والأصل في القصر قبل الإجماع، يبقى الإجماع دليل مستقل، يعني أجمعت الأمة على جواز القصر. لكن تملي الإجماع بنلجأ له إمتى؟ بعد الكتاب والسنة. يبقى الأدلة الأول من الكتاب، عشان بيقول لك، وعلى شكل بيقول لك الأصل أي الدليل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى، يجيب لك الكتاب قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها ومثلها البحر فليس عليكم. وإذا ضربتم في الأرض، المقصود به سواء في البر أو البحر، يعني إذا سافرتم في الأرض سواء في البر أو البحر،
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. في سورة النساء معروف. قال يعلى بن أمية رضي الله عنه: قلت لعمر رضي الله عنه: إنما قال تعالى إن خفتم وقد أمن الناس. بس الآية بتقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بقيت الآية كده. فهل القصر متعلق بالخوف؟ فإذا زال الخوف وبقى أمان ما نقصرش. ده اللي جاب بال إيه هذا إيه الصحابي يعلى بن أمية. فسأل سيدنا عمر بن الخطاب فبيقول له: وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. أي جواز القصر مع الأمن صدقة، أي زائدة على ما أفادته الآية. فيكون قوله تعالى إن خفتم ليس بقيد. واضح؟ ليس بقيد. زي ما يقول لك ما في حاجات كتير قيود تيجي في الآية وغير مقصودة، زي وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ربائبكم يعني بنت الزوجة اللي انت دخلت بيها من رجل آخر تزوجته قبلك، لا يحل لك أن تتزوجها. طب الآية بتقول وربائبكم التي في حجوركم، افرض البنت دي ما كانتش في حجري، يعني مش أنا اللي مربيها، اللي بيربيها أبوها، تبقى برضو حرام. يبقى القيد هنا غير لازم، ده جاي بس إيه على سبيل الغالب الأعم، على سبيل الغالب الأعم. والسنة هنا بتبين. زي برضو إيه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب افرض الأمة اللي كان بيكرهها سيدة على البغاء وهي مبسوطة من كده، يبقى برضو حرام. يبقى إن أردنا تحصنا مش قيد لازم، مش قيد لازم، وهكذا. والأصل في الجمع، يبقى عرفنا الأصل في إيه؟ الدليل يعني في القصر من الآية والسنة، لأن الآية تفيد أنها مقيدة بالخوف، والسنة تفيد أنها في الخوف والأمن. واضح؟ يبقى جاب لك القرآن والسنة في الآية وقول سيدنا عمر أنه سأل النبي فقال له صدق تصدق، يبقى جاب لك دليل من القرآن والسنة. والأصل في الجمع، كل ده دليل للقصر. طيب ودليل الجمع بقى؟ والأصل في الجمع الأخبار الواردة فيه. الأخبار يعني أحاديث كثيرة واردة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في سفرات عديدة متعددة، فدي أخبار كثيرة. وشرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة كما قاله ابن الأثير، وقيل في السنة الثانية في ربيع الثاني منها كما قاله الدولابي، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. وشرع الجمع في السنة التاسعة من الهجرة في غزوة تبوك، في غزوة تبوك بالصرف وعدم، تبوك وتبوك اسم مكان في طرف الشام، وهي آخر غزواته عليه الصلاة والسلام وما بعدها سرايا. غزوة تبوك اللي نزل فيها سورة التوبة، اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ان الروم بيعدوا العدة من قبل الشام يغزو جزيرة العرب، لما عرفوا ان ظهر نبي وان بدأ ينتصر وانه كده هيؤثر على حدودهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اراد ان يخرج يغزوهم قبل ان يغزوه في المدينة. فلما خرج الرسول قال نصرت بالرعب، فلما وصل تبوك الروم ايه ما خرجوش، فكوا المرابطة على الحدود والاستعداد للحرب فما خرجوش. وفضل الأمر على ذلك لحد ما سيدنا أبي بكر الصديق أرسل بعث سيدنا أسامة وقاتل المرتدين، وبعدين جاء سيدنا عمر بعد ذلك، بدأت الفتوحات لما استقر الأمر في جزيرة العرب على تمهيد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويجوز، بيقول لك ايه، ويجوز للمسافر اي المتلبس بالسفر. خد بالك المسافر غير المستعد للسفر، يعني وانا بحزم الشنط اسمي بستعد للسفر ما اسميش مسافر. يعني يجوز للمسافر يعني المتلبس بالسفر
يعني انا الوقت لما بقى واقف هنا في المواطن وماسك في ايدي شنطة وماشي، حد هيقول انت مسافر؟ لا، ما يمكن رايح العتبة، ما يمكن رايح ميدان النافورة، مش كده برضو؟ يمكن رايح مشوار كده عند النصر، صح ولا لا؟ لكن لما تلاقيني قاعد في استراحة على الطريق الصحراوي هتقول انت مسافر رايح فين؟ لاني بقيت متلبس بالسفر، مش كده برضو؟ لما تلاقيني على طريق السفر بقى خرجت عن حدود المدينة خالص، في الطريق الزراعي، في الطريق الصحراوي، قاعد في المطار، يبقى كده ايه؟ خلاص متلبس بالسفر، فهمتني بقى؟ وعلى شكله بيقول لك ويجوز للمسافر اي المتلبس بالسفر، يعني انت وانت بتاكل اسمك اكل، وانت بتعد الطعام بتشتري اسمك اكل، ما اسمكش اكل، مش كده برضه؟ اسمك ايه؟ اسمك بتستعد للاكل بس، تشتريه وتوضب وتدي لمراتك، فين على ما تاكل بقى بقابلني، واخد بالك؟ شغلانه طويله. اول بقى ما يتحط على السفره وتبتدي بقى خلاص تغسليها وهتاكل وبدات تتباع، يبقى اسمك اكل. اكل اسم الفاعل، فمسافر ده اسم فاعل، فاسم الفاعل يدل على التلبس بالفعل. مسافر ده اسم فاعل، مش كده برضو؟ انا دلوقتي وانت ماسك الكتاب وقافله كده اسمك قارئ، لما افتحه وابتدي اشرع في القراءه اسمي قارئ، مش كده برضو؟ كذلك المسافر، خد بالك دي بتفوت على كثير من الناس، ده مجرد انه بس قطع التذكره وهيسافر بعد يومين يقول لك انا مسافر. ده مسافر بمعنى ايه؟ بمعنى العامي، لكن مش بالمعنى الشرعي. المعنى الشرعي ان لا تسمى مسافر في عرف الشرع الا اذا تلبست بالسفر، واضح؟ طيب. اعملين له حقنه اللبوس. ويجوز للمسافر اي المتلبس بالسفر فصل الصرار الرباعيه لا غيرها من ثنائيه وثلاثيه. يبقى ايه الصلاه اللي بتقصر؟ الصلاه اللي هي اربع ركعات، اللي هي عندنا الظهر والعصر والعشاء بس. لكن الصلاة الثنائية كالصبح والصلاة الثلاثية كالمغرب ما فيهاش فيها قصر. كويس؟ نشوف هنا الشيخ بيقول ايه بقى البيجوري. ويجوز إلى آخره، وإنما جوز الشارع له ذلك تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا، ولذلك ورد في الحديث السفر قطعة من العذاب. والمراد بالعذاب كما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني المشقة الحاصلة فيه من الركوب والمشي مع الألم الناشئ من ترك المألوف من الوطن وغيره. يبقى ايه؟ قصرت الصلاة، يعني بقت ركعتين الرباعية تخفيفا للمسافر لأنه في مشقة. السفر مهما كان مريح إلا أنه في مشقة، كفاية تركك عاداتك، تركك الأوضة اللي أنت متعود تنام فيها، تركك الحمام اللي انت متعود تدخل فيه، حتى في مستوانا العصر، حتى لو هتركب طيارة برضو ارهاق لانك بتغير عاداتك كلها، واخد بالك؟ فيبقى فيه نوع مشقة. ولذلك لما سئل امام الحرمين حين جلس موضع والده لما كان السفر قطعة من العذاب، اجاب على الفور بقوله لان فيه فراق الاحباب. يعني حتى لو كنت يعني ايه مسافر سفريه ملوكي، كفايه فراق الاحباب، دي في حد ذاتها مشقه نفسيه، حتى دي مشقه نفسيه، علشان ما نديش لواحد يقول لك ايه انا مش هقصر الصلاه بقى لان انا بسافر مكيف وبسافر سفريه مريحه. قال انت حر، ما هو القصر عندنا ليس بلازم، هو رخصه، لكن هو لازم عند الاحناف، لازم عند الاحناف. وأشعر تعبير المصنف بالجواز ويجوز، خد بالك بيقول لك ايه ويجوز للمسافر، فعبر بكلمة الجواز ما قالش يجب للمسافر، قال يجوز، أن الأفضل الإتمام. يعني أشعر كلمة يجوز أن الأفضل الإتمام، وأشعر كمان عدم وجوب القصر من باب أول، فهمتني؟ نعم إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يخ نعم
إن بلغ سفره 3 مراحل ولم يختلف في جواز قصره فالأفضل القصر للاتباع. يعني لو كان سفره طويل، واخد بالك، الأفضل الإتمام لما يبقى سفر يعني إيه مش طويل قوي. السفر يعني كم كيلو أو هنيجي كل حاجة. الصبر جميل، الصبر احنا لسه بنتكلم اهو. لما يبقى سفره طويل، طويل يعني 80 كيلو فما زاد، سفر 80 كيلو فما زاد، ولم يختلف في جواز قصره. لما يبقى 3 مراحل يعني سفر طويل بحيث ان ده سفر قصر على جميع المذاهب، لان في مذاهب طولت المسافة وفي مذاهب قصرت المسافة. يعني اللي بقوله لك ده 80 كيلو ده اللي هو ايه، اللي هو لو كان سفر اقل من 80. في علماء قال لك كل ما يطلق عليه السفر سفر، ما اشترطوش مسافه. لو هتسافر 40 كيلو او اسمه سفر، يعني رايحين بنها تقصر على بعض المذاهب. فبيقول لك لا، ده الافضل، الافضل ايه؟ الاتمام طالما السفر لسه في الحدود المختلف فيها، اللي هي 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو. لم تعلم فقيه يقول لك ده يجوز القصر فيه، لكن مش بيجمع الفقهاء. فيبقى في الحالة دي الإتمام أفضل خروجا من الخلاف. لكن لما أوصل بقى للمسافة الطويلة اللي هي 80 كيلو فما زاد، يبقى هنا في الحالة دي يبقى إيه؟ يبقى الأفضل القصر للاتباع على مذهبنا، إذا كان متبع إماما متبع. إذا كان المسافر ده راجل عالم والناس هتتبعه، يوم ما يجي يقصر يعلمهم حكم جديد ويعلمهم سماحة الشرع الشريف. إنما إذا كان هو يعني لا يتبع، يعني يسافر مع نفسه وحب يقصر يقصر، ما حبش يقصر يتم هو براحته بقى، بس على الأقل يكون ترك القصر نفورا من السنة. فهمتني؟ على الأقل يكون تركه نفورا من السنة. وعلى شكرا بيقول لك إيه؟ نعم إن بلغ، يعني نعم الإتمام أفضل إن بلغ سفره 3 مراحل ولم يختلف في جواز قصره. ولم يختلف في جواز قصره، فالافضل القصر للاتباع خروجا من خلاف ابي حنيفه، فانه يوجب القصر حينئذ بخلاف الصوم، فانه افضل من الفطر مطلقا الا ان تضرر به لما فيه من براءة الذمة. الامام ابو حنيفة اوجب القصر مطلق في السفر الطويل. يبقى أنا في الحالة دي الأفضل القصر عندي لخروجا من خلاف الإمام أبو حنيفة، لأن أنا لو أتميت عند الأحناف صلاتي بطلة. شوف قد إيه؟ لكن لو قصرت صلاتي صحيحة على كل المذاهب. صلاتي صحيحة على كل المذاهب، يبقى الأفضل في حق القصر مراعاة لخلاف الإمام أبي حنيفة. ما لم أنوي صلاة جماعة خلف إمام مقيم يبقى علي الإتمام. لو انا نويت صلاة جماعة يعني في الطريق في السفر ركنت سيارتي ونزلت استراحة ولقيت مسجد بيأذن فهيصلوا الظهر، فرحت ناوي خلف امام المحلة اللي هو المكان، الامام اللي في المكان ده ساكن جنب الجامع بيصلي 4 ركعات، يبقى انا هصلي 4 ركعات زي طالما نويت خلفه، يبقى صلي 4 ركعات. حتى لو ادركت معاه لحظة من التشهد، حتى لو ادركت معاه لحظة من التشهد قبل ما يسلم، طالما مقيم يبقى انا ارتبطت بيه، يبقى انا اصلي صلاه مقيم. فاهم؟ مش استنى اما يخلص ركعتين واروح ناوي وراه عشان اجيب انا معاه الركعتين الاخرانيين واسلم معاه، زي ما بعض ايه الناس الضعاف الفقه بيعمل غلط. غلط. يبقى لو نويت معاه ولو في لحظه قبل تسليمه وجب عليك الاتمام. فهمتني ازاي؟ يبقى أنا الأفضل في حقه، في حق القصر في السفر خروجا من خلاف أبي حنيفة، فإنه يوجب القصر حينئذ لما يبقى 3 مراحل فأكثر، بخلاف الصوم فإنه أفضل من الفطر مطلقا. وانت عارف أنا ليه، أن أنا أفطر وأنا مسافر في رمضان، فالأفضل الصوم مطلقا. ليه؟ لأن كل المذاهب تجيز للمسافر أن يفطر، أن يصوم في حال ايه سفره. محدش قال ان المسافر لو صام صيامه باطل، محدش قال كده. لكن امتى ايه يبقى بالنسبه لي الفطر افضل؟ لو انا هتضرر من الصوم بقى،
بخلاف الصوم فإنه أفضل من الفطر مطلقا إلا إن تضرر به. ليه بقى الصوم أفضل؟ لما فيه من براءة الذمة في الحال، بدل ما تفضل ذمتي معلقة بإن علي أيام من رمضان، إنما أنا كده ببرأ ذمتي في الحال. فلو أفطر لبقيت ذمته مشغولة، يعني مشغولة بقضاء الأيام دي كده، مش كده برضو؟ ولو تعارض القصر والجماعة حينئذ قدم القصر لوجوبه عند أبي حنيفة كما علمت. لو تعارض القصر والجماعة، يعني أنا لو صليت جماعة الإمام متم حأتم، فأصلي جماعة وأتم ولا أصلي قصر وأنفرد؟ تعارض القصر والجماعة، أصلي قصر وأنفرد خروجا من خلاف أبي حنيفة. كويس، خروجا من خلاف أبي حنيفة. وخرج بقولنا ولم يختلف في جواز قصره من اختلف في جواز قصره كملاح يسافر في البحر ومع عياله في سفينة. في بعض الصور بقى ان في اختلف في مسافر في جواز قصر، زي ملاح السفينة، رجل ربان سفينة ومع عياله ومراته، السفن بتبقى كأنها مدينة متكاملة، وفيها سوق وفيها ملاعب وفيها حمامات سباحة وفيها يعني كل حاجة كأنه عايش. فلو قال لك راجل ملاح ربان سفينة وجاي مراته وعياله ومسافرين، شغلته السفر، رايح جاي بيقعد بالشهر، هل ده يقصر ولا ده حاله حال مقيم؟ اختلف في النوع ده، الملاح ده اختلف فيه. فيبقى الصورة دي مختلف فيها، كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينة. والنوع الثاني المختلف فيه برضو، ومن يديم السفر مطلقا كالساعي، اللي هو يديم السفر مطلقا شغال على خط مصر ليبيا، كل يوم مسافر على خط مصر ليبيا، ده مديم السفر مطلق، واخد بالك؟ برضو ده اختلف فيه. عندنا احنا يجوز يقصر ان شاء الله يقعد عمره كله كده على مذهب الشافعي، لكن المذهب الثاني قال لك اذا ادام يبقى كده مش هيتم عمره. فهمتني؟ يعني فيها بعض الخلاف في المذهب. ومن يديم السفر مطلقا كالساعي فإن الإتمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه، كالإمام أحمد رضي الله عنه. الحنابلة قالوا في ربان السفينة واللي مداوم السفر ده خلاص يتم بقى، عشان إيه؟ حياته بقت كده، هي حياته كده، والصلاة في الحياة العادية متمة، والسفر بالنسبة له من كثرة سفره أصبح هي دي عادته، فما بقاش بالنسبة له مرهق، خلاص يبقى يركن كل شويه ويصلي صلاه متمه وانتهينا، حياته استقرت في السفر. فهمت؟ ده راي الحنابله. لكن الشافعيه يقول لك برضو ايه الافضل في حقي هنا، انه يتم خروجا من خلاف ابي حنيفه، او يستوي بقى الطرفين، لان هيبقى عندنا الامام ابو حنيفه في حته والامام احمد بن حنبل في حته. فهمتني ازاي؟ احمد بن حنبل يقول لك يتم، وابو حنيفه يقول لك يجب انه يقصر. والشافعيه عندنا احنا يجوز الحاجتين، والخلاف في الافضل عندنا. فإذا رأينا خلاف أبي حنيفة يقصر، وإذا رأينا خلاف الحنابلة يتم. فهمتني بقى زي ما تلاقي فيها أوجه، هتلاقي مسألة زي دي هيبقى فيها أوجه، في من اختلف في جواز قصره في حال سفره، زي الملاح الربان اللي مع عياله وزي مديم السفر. فهمت القصة دي؟ وروعي مذهبه دون مذهب أبي حنيفة في ذلك لموافقته الأصل. قال لك إننا نرجح لمداوم السفر إنه يتم، لأن الأصل في الصلاة الإتمام، فمذهب أبو حنيفة رجعه للأصل، والأصل قول، مش كده بس؟ مش كده برضه؟ فعشان كده يقول لك في مديم السفر نقلد إيه؟ نتم خروجا من خلاف الحنابلة لأنهم راعوا الأصل. وإن كان على مذهبنا لو إيه؟ لو قصر صلاته صحيحة. فهمت؟ لكن نتم ليه؟ مراعاة لخلاف الإمام أحمد بن حنبل، لأنه راعى الأصل ورجع للأصل. لكن في السفر الطويل أو اللي أكثر من ثلاث مراحل نرجح أنه يقصر ليه؟ ويكون سفره عارض مش مستمر، واخد بالك؟ مراعاة لخلاف الإمام أبي حنيفة الذي أوجب القصر. سهل الحاجات دي؟ ثم إنه أورد على التعبير بالجواز
أنه قد يجب الكسر. كن يقول ويجوز للمسافر، فممكن يخطر في بالك يقول لك طب وهل يجب، هل في صورة يجب؟ ممكن يخطر في بالك هذا السؤال. أما تسمع كلمة يجوز تقول طب وهل في صورة من الصور يجب القصر؟ أنه قد يجب القصر، كما لو أخر الصلاة إلى أن بقي من وقتها ما لا يسعها إلا مقصورة فإنه يجب عليه حينئذ القصر. أنا أخرت صلاة العصر وأنا مسافر والمغرب كاد يؤذن، كويس؟ فلو صليت 4 ركعات هصلي ركعتين في الوقت وركعتين بعد أذان المغرب لو حتم، ولو حصلي قصر هجيبها كلها في وقتها، يبقى في الحالة دي يجب علي القصر مراعاة لحرمة الوقت، مراعاة لحرمة الوقت. يبقى متى يجب القصر على المسافر؟ إن أخر الصلاة حتى كاد أن يخرج وقتها لو صلاها تمام، وإذا صلاها مقصورة وقعت في وقتها كاملة، ففي الحالة دي يجب عليه القصر خروجا من الوقوع في جزء من الصلاة خارج وقته. واضح الكلام ده؟ لأنه لو أتمها لا لازم إخراج بعد الصلاة، بعض الصلاة عن وقتها مع تمكنه من إيقاعها في الوقت. وإحنا قلنا برضو في الوضوء لما يضيق الوقت، لما يضيق الوقت أتوضى إن شاء الله مرة، مش شرط بقى أقعد أتوضى بقى 3 مرات وأعمل السنن وخلاص المغرب حيدًا وأنا ما صليتش العصر، يبقى أتوضى وضوء سريع يعني أعمل الفرائض بس وأجي أروح داخل في الصلاة ما أعملش سنن بقى عشان ألحق أجيبها، أروح قايل تكبيرة الإحرام وعلى طول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الفتحة، مش مهم حتى أرى الصورة أقول الله أكبر وأركع عشان أخلص الصلاة قبل ما يبدأ المغرب. فهمتني؟ لما يكون الوقت خلاص أوشك على حتى أروح متوضي ومصلي وأنا بالمية بتاعتي، مش شرط بقى إن أنا أروح أنشف لأن خلاص الوقت خلاص كأن الوقت هيضيع مني عايز الحق. فهمت؟ وقد يجب القصر والجمع معا. وامتى بقى يجب القصر والجمع معا؟ يبقى جاب لك صورة امتى يجب القصر. طب وامتى يجب القصر والجمع معا؟ هيجيب لك صورة تانية. وقد يجب القصر والجمع معا كما لو اخر الظهر الى وقت العصر بنية الجمع ولم يصلي حتى بقي من وقت العصر ما يسع 4 ركعات. دي صورة اهي. انا وقت الظهر انا مسافر، فجاء وقت الظهر أذن فأنا مش عايز أنزل، عايز أستغل الفرصة وأمشي مسافة أطول، فرحت ناوي في قلبي إن أنا حجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، فحلو السفر معايا في السكة كده وجاءت العصر كمان قلنا بس إما نلحق ناخد شوية في النهار، ففضلنا ماشيين برضه ماشيين لحد ما خلاص المغرب حيدا فاضل على المغرب وقت يسع 4 ركعات بس، يعني ركعتين قصر ظهر وركعتين عصر قصر، ادي 4 ركعات مش كده؟ يبقى في الحاله دي يجب القصر والجمع. ما اقولش بقى ان انا اتم مع الجمع لان يجوز ليا الاتمام مع الجمع برضه، يجوز ليا الاتمام مع الجمع، فلو صليت اتمام مع الجمع اروح جايب الظهر 4 ركعات اخلصها الاقي المغرب جدا وضاع عليا العصر برضه مش كده برضه؟ يبقى في الحاله دي يجب القصر مع الجمع في الصوره دي. كما لو أخر الظهر إلى وقت العصر بنية الجمع ولم يصلي حتى بقي من وقت العصر ما يسع 4 ركعات فإنه يجب عليه حينئذ القصر والجمع. وأجيب بأن المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيشمل الوجوب. قال لك كلمة يجوز هنا يعني معناه يقابلها يقابلها يعني يمتنع، علشان لما نقول يجوز ومقابلها يمتنع فيدخل فيها المستحب والواجب والمباح، يدخل فيها المستحب والواجب والمباح. قوله ويجوز للمسافر من السفر وهو قطع المسافة سمي بذلك. ليه سمي السفر سفر؟ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يكشف عنه. يعني لو عايز تعرف أخلاق واحد سافر معاه تعرف أخلاقه صح، لما تسافر معاه وتعيش معاه في الغربة الناس يقول لك كده الغربة
تكشف ايه؟ تكشف اخلاق الناس. فسمي السفر سفرا لانه يسفر يعني يظهر، وعشان كده المرأة اللي بتظهر مفاتنها اسمها ايه؟ سافرة. ويسموا ظهور مفاتن المرأة يسموه السفور، مش كده؟ والترابيزة اللي تحط عليها الاكل بيسموها ايه؟ سفرة، عشان بتحطها الاكل يبقى ظاهر عليه، بتبقى كشف الاكل، بخلاف ما تبقى في المطبخ حطه في الحلل ومغطيه، انما يجي على السفرة يظهر. فسميناها سفرة عشان بتظهر الطعام، ومسمينا المرأة سافرة عشان بتظهر مفاتنه. والسفر سمي سفر لانه بيظهر اخلاق ايه؟ وطباع الناس. يبقى ايه؟ ادي معنى السفر. وقيل لاسفار الرجل بنفسه عن البيوت والعمران والعمران. قيل السبب الثاني انه هو بيكشف نفسه عن البيوت والعمران، يعني يروح على الحتة المكشوفة. تمام، لما بتمشي انت بين المدن تلاقي ايه؟ اراضي مكشوفة، يعني ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مباني، ما فيهاش سكان. فقيل برضو السبب. وابتداء السفر اسمك مسافر اول ايه؟ مجاوزة سور صوب مقصده. خلاص، يعني اول ما تجاوز حدود المدينة اللي انت مقيم فيها وتبدأ على الطريق الزراعي او الصحراوي، يبقى انت كده يدوب اسمك مسافر. يعني انت مسافر من ايه؟ من المؤطر طالع على الاسكندرية، ركبت عربيتك وصلت العتبة، لسه انت في حدود المدينة اللي انت مقيم فيها. وصلت السيدة عيشة، لسه انت في حدود القاهرة، مش كده برضو؟ وصلنا ميدان التحرير، لسه. وصلنا شبرا الخيمة، لسه شوية. وصلنا نقطة مرور اليوب، الله، يبقى خلاص بقى دخلنا في مدينة جديدة، دخلنا في مدينة جديدة. يبقى ساعتها اروح راكن العربية وانزل اصلي الظهر قصر، لاني بقيت مسافر. فهمتني بقى المعنى؟ يبقى وابتداء السفر مجاوزة سور صوب مقصده، مختص بما يسافر منه كبلد وقرية. فإن لم يكن له سور، زي القاهرة كده ما لهاش سور، كانت زمان أيام زمان كانت لها سور القاهرة وليها أبواب، تعدي السور يعني كان المقطم هنا تقصر فيه. خلاص، لو أنت مسافر إيه من القاهرة وطالع على مثلا العين السخنة مرورا بالمقطم وعديت سور القاهرة اللي في القلعة زمان، تعتبر خلاص فارقت العمران. فهمتني؟ لكن الوقت لا، ده بقى المقطم جزء من العمران، خلاص وامتد العمران وامتدت المدينة. فهم؟ يبقى الوقت كان بعد ما شيخنا يقول لك محطة الرسوم اللي هي اللي تدفع فيها الكرت، كانوا بيريحونا. بعد ما شيخنا يقول لك شوف هقول لك حاجة، سور المدينة الوقت هي محطة الرسوم. أول ما توصل لمحطة الرسوم اللي بتدفعها دي على الطريق وتعدي بعربيتك، اركن العربية بعد المحطة على طول واكسر، واخد بالك؟ وتريح مخك. فبيقول هنا فإن لم يكن له سور صوب مقصده، صوب يعني جهة مقصده، مختص به بأن لم يكن سور أصلا، أو له سور في غير مقصده. افرض المدينة لها سور في الجنوب لكن ما لها سور في الشمال وأنا ماشي شمالا، خلاص طالما السور مش في مقصدي خلاص. أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة، زي الوقت القرى السياحية، طول ما أنت ماشي تلاقي سور محوط إيه؟ مدينة عباد الرحمن، سور تاني مش عارف مدينة مش عارف الأسمرات، سور تالت ده مختص بقرى كده متجاورة، ده مش هو ده السور المقصود. فهمتني ازاي؟ أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور واحد فابتداؤه مجاوزة الخندق إن كان، فإن لم يكن فالقنطرة إن كانت، فإن لم تكن فالعمران. وتكتب كده أو محطة الرسوم. لو واحد بيكتب فقه ايام دي، لو الشيخ البيجوري عايش الايام دي هيقول لك او محطة الرسوم، يدالك مثال او يا اوها على طول. فهمتني ازاي؟ يحط او كذا. فان لم تكن فالعمران، وان تخلله خراب بخلاف خراب هجر بالتحويط على العامر او زرع او اندرس بان ذهبت اصول حيطانه. واما الخراب الذي ليس كذلك فلا بد من مجاوزته كما صححه في المجموع. لما توصل بقى تملي بين مدينه ومدينه تلاقي حته سموها خراب، يعني مش مبنيه مش مسكونه. لكن لو عديت وانت لسه ما جوزتش المدينه لقيت حته خرابه لسه بيودوها للبناء، دي برضه مش هي ده الخراب المقصود.
ده الخراب المقصود اللي هو الحتة اللي تكون بين المدينتين، بين ايه؟ بعدنا مش تعدي على خرابة زي اللي جنبنا هنا لسه ما بنوهاش، تقول احنا وصلنا للخرابة اهو، ساعات توصل لحد زمزم، مسجد زمزم هنا، وتلاقي الدنيا خلصت جبل بقى والدنيا خلصت، تفتكر بقى خلاص بعد كده القيامة. وبعدين تمشي شوية مسافة تلاقي فين؟ لقيت البيوت. يبقى ما ينفعش، ده مش هو ده الخراب المقصود. الخراب المقصود اللي هو بين المدن، فهمتني؟ وأما الخراب الذي ليس كذلك فلا بد من مجاوزته كما صححه في المجموع، يبقى الإمام النووي يعني كما صححه الإمام النووي في المجموع، ولا يشترط مجاوزة بساتين ومزارع وإن اتصلت بما سافر منه، حتى لو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو في جميعها لم يشترط مجاوزتها على الظاهر في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها، لأنها ليست من البلد أو القرية. يعني البساتين المحيطة بقى ولو كان فيها دور دي فيها خلاف، الإمام النووي قال لك يعديها برضو، وفي المجموع قال مش مهم يعديها، يعني الحتة دي فيها خلاف، واحنا قايلين الخروج من الخلاف مستحب، يا مفيش داعي انت راكب العربية عديها بقى، ما انت سايق مش فارقة معاك بقى، عشان تخرج من خلاف الروضة والمجموع والكلام ده هتخش في لبش ليه بين الفقهاء؟ تعديها، خصوصا ان الرسول كان صلى الله عليه وسلم لا يقصر الا اذا جاوز حيطان المدينة، يعني بساتين المدينة كده، خدت بالك؟ هذا السبب. والقريتان المتصلتان او القرى المتصلة بعضها ببعض كالقرية الواحدة، حلوان كانت زمان قرية منفصلة عن القاهرة مش كده برضو؟ دلوقتي صاروا متصلين ببعض يسموها القاهرة الكبرى مش كده برضو؟ يبقى خلاص بقت كالقرية الواحدة. ادي كلام ايه الشيخ. وابتداؤه لساكن خيام كالاعراب. طب افرض ان احنا ساكنين في خيام مش ساكنين في قرى بقى، ده احنا عايشين زي الاعراب كده في سيناء عاملين مخيمات كده، وتمشي شوية صحراء تانية تلاقي مخيمات ايه قبيلة تانية، وبعدين شوية صحراء تانية مخيمات قبيلة تانية، ايام قيس وليلى بقى وعنتر ابن شداد وعبلة والشغلانات دي كانوا يبقوا عايشين في مجموعة خيام كده ومجموعة خيام بينهم صحار، يبقى بالنسبة له مجاوزة العمران ايه؟ هو مجاوزة حدود الخيام بتاعه وخلاص، طالما مسافر صح، يبقى بالنسبة له حدود الخيام هي حدود قريته. ولساكن خيام كالأعراب مجاوزة الحلة ومرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان، تملي بتوع الخيام دول تلاقي عاملين فسحة كده بيحطوا فيهم الغنم بتاعتهم، وعاملين فيهم ايه مسقة يسقوا فيهم الأغنام بتاعتهم، وعاملين فيهم حتة كده لما يطلعوا يطبخوا فيها، وفرن جماعي. لما تجاوز كل ده يبقى انت سافرت كده عندها. مع مجاوزة عرض واد ان سافر في عرضه. ولو كان في حتة وادي، الوادي ده اللي هو حتة منخفضة بين جبلين، يوم لما يجاوز عرض الوادي ودخل على جبل التاني يبقى ده برضو يعتبر جواز العمران. مع مجاوزة عرض واد ان سافر في عرضه، ومجاوزة مهبط لو كان ماشي في طول الوادي بس ايه نازل كده منزل، ومجاوزة مهبط ان كان في ربوة لو كان هو ساكن في العالي يبقى لما ينزل المنزل، ومجاوزة مصعد ان كان في وهدة لما يعدي المطلع. ان اعتدلت الثلاثة فان افرطت سعتها، افرض ان الوادي ده واسع قوي اقعد انا امشي فيه كده لبقيه كذا كيلو عرض، فان افرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفا. طيب وده كل ده علشان يبدأ فين يقصر، يبدأ فين يقصر، يعني ما يقصرش في المحلة اللي هو مقيم فيها مش كده برضه. وينتهي سفره وامتى بقى ابتدي اتم وانا راجع بلدي، ما انا طول السفر كل منزل في استراحات انا بقصر، طب امتى بقى اول منزل اتم بقى؟
اللي هي نهاية، وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره، يبقى برضو محطة الرسوم. فانا راجع بقى اول ما ادخل محطة الرسوم ابقى دخلت القاهرة وانا من سكان القاهرة، يبقى خلاص سمعت اذان العشاء انزل بقى اتهمه. فهمتني ازاي؟ يعني انا المغرب ادن عليا وانا قبل محطة الرسوم، فانا نويت جمع المغرب مع العشاء علشان امشي شوية في الضوء كده قبل ما ايه الدنيا تليل، لان في ناس تحب تمشي في النهار، يقول لك النهار ليه عينين مش العوام كده يقول لك كده، وطبعا المسافر في النهار احسن، فيقول لك انا ايه هاخد انا مسافة كده وبصلي المغرب مع العشاء عشان الحق اقطع المسافة. فايه دخل محطة الرسوم والعشاء بتدن، يبقى هيجمع المغرب جمع تأخير ويصلي العشاء 4 ركعات تمام، مش قصر بقى. فهمتني؟ واضح الصورة دي؟ ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره من سور أو غيره مما ذكر، ثم إن كان مبدأ السفر المذكور من وطنه انتهى سفره مطلقا سواء نوى الإقامة به أو لا، كأن له فيه حاجة أو لا، وإن كان من غير وطنه سواء رجع إليه من سفره كأن أقام به أو لا، مع كونه غير وطنه كما هو الفرض. بيقول لك ايه؟ ان كان مبدأ السفر المذكور من وطنه انتهى سفره مطلقا سواء نوى الإقامة به أو لا. يعني لما تعود لبلد الإقامة بتاعتك حتى لو مش ناوي تقيم فيها هتجيب حاجة تمشي ثاني يوم. أنت راجع بلدك تاني علشان نسيت مثلا البطاقة، نسيت الباسبور، نسيت أي أوراق وعايز ترجع تاني، فجاي ينتهي سفرك بمجرد وصولك وطنك سواء نوى الإقامة به أو لا، كأن له في حاجة أو لا، وإن كان من غير وطنه كان ولا كان له حاجة فيه أو لا، سواء نوى الإقامة به أو لا كان له في حاجة أو لا. ممكن هو ممكن تقول كأن يعني تشبيه بالحال، بس هما كانت اللغة بتاعتهم ساعات ما يحطلكش الهمزة في الألف اللي في وسط الكلام، ساعات كان خطهم كده. إن كان مبدأ السفر المذكور من وطن انتهى سفره مطلقا سواء نوى الإقامة به أو لا، كان له فيه حاجة أو لا، وإن كان من غير وطنه سواء رجع إليه من سفره كان أقام به أو لا، مع كونه غير وطنه كما هو الفرض. ثم ابتدأ السفر منه ثم رجع إليه من سفره أم لم يرجع إليه كان سافر إلى محل غير الذي ابتدأ سفره منه، فينتهي سفره ببلوغه السور ونحوه إن نوى قبل بلوغه وهو مستقل ماكث إقامة به، إما مطلقا وإما 4 أيام صحاح. بيقول لك ينتهي سفره مطلقا لما يوصل للمحل اللي هو مريده، إذا أراد ايه زي مثلا انا رايح اسكندرية هقضي هناك 10 ايام، اول ما ادخل محطة الكارتة بتاعت اسكندرية وانا ناوي ان انا ايه اقعد فيه 10 ايام، يبقى انا ناوي اقامة مكثرة، سمعت اذان العصر انزل اصلي متم في الحال بقى خلاص، لان انا وصلت المدينة اللي انا ناوي اقيم فيها اكثر من اربعة ايام، يعني اكثر من 20 وقت. فهمتني؟ ادي معنى كلامه، نقراها تاني. فينتهي سفره ببلوغه السور ونحوه ان نوى قبل بلوغه وهو مستقل ماكث اقامة به، اما مطلقا يعني انا ناوي ان انا اعزل بقى واعيش فيها، ادي اقامة مطلقة مش محددة بوقت، واما 4 ايام صحاح غير يومي الدخول والخروج. 4 ايام صحاح يعني ايه؟ يعني 20 وقت، ما احنا الوقت بتاعنا اليوم 5 اوقات، لان انا لو وصلت بعد العصر يبقى هبدأ من المغرب اعد،
لو وصلت بعد العشاء هبدأ من العشاء عد، لو وصلت على الفجر وصليت الفجر هناك هبدأ عد بالفجر وهكذا، يبقى انا هعد غير الصلوات اللي انا صليتها في الطريق، ما دي مش محسوبة. فهمتني؟ غير يومي الدخول والخروج، غير يومي الدخول والخروج اللي هو ايه؟ دخولي للسفر ده انا صليت فرائض في الطريق، دي مش محسوبة، مش من العشرين وقت. كويس؟ ولا محسوبة اللي انا هصليهم لحد ما اوصل بلدي في اثناء سفر عودتي. واضح؟ يبقى 20 وقت صافيين في البلد اللي انا، فما زاد يبقى اسمي مقيم. هصلي اقل من 20 وقت في البلد يبقى انا ليا ان انا ايه اقصر وما اسميش مقيم. طول فترة اقامتي لو حاول 3 ايام هقعد يومين. كويس؟ 3 ايام ونص يبقى تمشي له. اللي هو مش محدد الوقت خالص، يعني رايح يعمل مصلحة يخلصها ويرجع. يقصر الى ان ينوي انه يقعد 4 ايام. يعني انا بروح اعمل المصلحة يقول لي الموظف ايه راح يعزي وجاي بعد يومين، استنى يومين لسه ما نويتش الاقامة هنا 4 ايام يبقى اقصر فيه. بعد يومين رحت قال لي ده جال سفرية وحيجي بعد اسبوع، فانا نويت بقى الاقامة اسبوع استناه، يبقى هنا اتم بقى. فهمتني؟ يبقى طالما نويت وعزمت اول ما انوي واعزم ان انا هقعد 4 ايام فاكثر يبقى هنا بقيت مقيم. واضح؟ ده اللي ليه هدف. انما الهائم لا، اللي هو سافر كده للسفر، سافر ليه يا ابني؟ بحب السفر. غاوي يعني، زي الراجل اللي في المحكمه قاعد بيقول لك غاوي احضر محاكم، بس ملوش قضيه ولا حاجه، بس ده غاوي كده فاضي كل يوم يصبح كل يوم يقعد في المحكمه يسمع بقى ايه القضايا بتتقال ورا بعض. ده غاوي، ده ملناش دعوه بيه. يسموه الهائم. الهائم اللي هو ماشي من بلاد الله الخلق الله، ده يتم، ده يتم. واما واما 4 ايام صحيح غير يومي الدخول والخروج، فان لم ينوي قبل ذلك انتهى سفره باقامته اي بنزوله. سفره بإقامته أي بنزوله وترك سيره إن كان له حاجة وعلم أنها لا تنقضي في 4 أيام صحاح، يعني حاجته هتطول شوية يبقى انتهى سفر. فإن لم يكن له حاجة يعني أنا مسافر في أجازة العيد عشان أدخل الكهرباء في الشقة الجديدة، وأجازة العيد دي المصالح كلها قافلة. كويس؟ ومستنيهم أول ما يفتحوا، فأنا عارف أن أجازة العيد دي أصلا 5 أيام، يوم الوقفة و4 أيام عيد الكبير، وإن المصالح هتفتح 5 يوم، يبقى أنا صحيح رايح لمصلحة بس أنا عارف إن أنا مش هتمها إلا بعد أكثر من 4 أيام، يبقى أنا متم مقيم أول ما أوصل مقيم. فواضح الكلام؟ فإن لم يكن له حاجة أصلا انتهى سفره بإقامة 4 أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج. طيب أنا ماليش حاجة معينة، يعني أنا مسافر كده ولادي مطهقني، فقلت لهم انا هروح اغير منظر شويه، هتقعد كام يوم يا بابا؟ الله اعلم. انا مش ناوي، انا ناوي اغير منظر بس، لان لو قعدت معاهم هرتكب جريمه. ناخد بالك؟ فالواحد ايه بيأثر الشر ويمشي. فراح قعد في اسكندريه شويه كده، يوم 2 3 لسه برضه مش مستحمل يروح يشوفه. مطهقينه قوي. فمر 4 ايام صحاح، يبقى بعد كده يتم. بعد كده يتم، ما هو مش عارف يرجع امتى. هو مستني لما دمه يروق. فهمتني؟ فإن لم يكن له حاجة أصلا انتهى سفره بإقامة 4 أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج. أو كان له حاجة وعلم أنها تنقضي في 4 أيام صحاح لم ينتهي سفره، بل يقصر مع إقامته بالبلد أو القرية لأنها ليست قاطعة للسفر. يبقى لو هتنتهي في 4 ايام بالظبط يبقى ايه؟ لم ينتهي سفر، يبقى إيه؟ يقصر طول المده، يعني 19 وقت يعني. هذا كله اذا لم يتوقعها كل وقت. فان توقعها كل وقت، طيب افرض ان انا مسافر وفي اي وقت ممكن حاجتي تنقضي،
هو قال لك الراجل ده الموظف اللي انت مستنيه ده ملوش مواعيد، ده بيجي طب غفلة كده، انت تيجي كل يوم تقعد هنا من 10 لـ 12، جاء خير وبركة هنزلك الورقة وتمشي. فانت كل يوم تفطر وتروح تقعد عندهم من 10 لـ 12 تقرا الجورنال، فهيطب في اي وقت. فضلت انت قاعد كده وتيجي كل يوم وقاعد بتخسر الصلاة، ما انت هو هيمضي لك تطلع على محطة القطر وتروح. فهمتني ازاي؟ فتقعد كده تكسر تكسر لحد ما توصل 18 يوم، بعد 18 يوم بقيت متمم. يجي براحته بقى مالناش دعوه. فهمت؟ يبقى اقصى مدة 18 يوم طالما لم ينوي يقهى. واضح؟ هذا كله إذا لم يتوقعها كل وقت، فإن توقعها كل وقت قصر 18 يوما صحاحا وانتهى سفره أيضا بنية رجوعه، وأن ينتهي سفره أيضا بنية رجوعه ماكثا لوطنه مطلقا، أو ينتهي سفره برضه، ينتهي سفره بدخوله المحطة إيه؟ الرسوم، وراجع وطنه إنه قاعد بقى في بلده ما عندوش سفرية معينة، يبقى راجع يعني يستقر بقى. أو لغير وطنه لغير حاجة، فلا يقصر في ذلك الموضع طالما ناوي المكس، حتى لو لغير وطني. كويس؟ أنا رايح أي بلد وناوي أقعد فيها شوية. أنا رايح مثلا مسافر فرنسا عشان أتعلم. كويس؟ هقعد سنة ولا أرجع، يبقى مجرد بوصل مطار أورلي في باريس أتم خلاص، لأن أنا ناوي أصلا أقعد سنة. مش كده برضه؟ مع إنها مش وطني. مع انها مش وطني، يعني انا رحت مع رفاعة الطهطاوي نزلنا باريس مثلا وناويين نقعد هناك ايه البعثة اللي بعتها محمد علي من مشايخ الازهر ومن العلماء علشان يتعلموا الحياة هناك المدنية وينقلوها المصريين، دول ناويين يقعدوا سنة واثنين وثلاثة واربعة، يبقى مجرد وصولهم بقوم ايه يتموا خلاص. فانت خلصنا دي وينتهي سفره أيضا بنية رجوعه ماكثا لوطنه أو لغير وطنه لغير حاجة، فلا يقصر في ذلك الموضع، فإن سافر بعده فسفر جديد. طب أنا افرض بقى رحت فرنسا وقعدت كده هأتم بقى، ما أنا بقى إيه قاعد حذر السنة، وبعدين جينا في الأجازة طلعوا العيال اللي قاعدين معايا زمايلي قالوا إيه ما تيجي نروح بلجيكا او المانيا، ده المانيا لازقه في فرنسا على طول، بنركب المترو هاو نبقى هناك نغير منظر، يبقى طرا عليا سفر في غير وطني لسفر تاني، يبقى هنا ممكن اقصر بقى، يبقى نقصر الفتره دي بس لحد ما ارجع تاني باريس اللي انا مقيم فيها بدرس فيها. فهمتني بقى؟ ادي المعاني. فان سافر بعده فسفر جديد، فان كان طويلا قصر، وحد الطول بالقصر اللي هو 80 كيلو فما زاد يبقى طويل، اقل من 80 كيلو يبقى قصير، والا فلا. فان كان لغير وطنه لحاجه لم ينتهي سفره بذلك، وكنيه الرجوع التردد فيه كما في المجموع. طب افرض ان انا رايح اسكندريه اقضي مصلحه، فقالوا لي بعد ما قعدت 3 أيام ولا 4 أيام في اسكندرية، قالوا لي على فكرة الموظف اللي انت مستنيه ده بيروح طنطا يوم الثلاث، واحنا النهاردة الثلاث، الحق الحق ايه حصله في طنطا، رحت طالع من اسكندرية على طنطا، يبقى برضو ايه ده ليه ان انا اقصر طول المدة دي، لان ده سفر في السفر، سفر في السفر، خدت بالك؟ يبقى كل ده سفر جديد، لان انا راجع لغير وطني، واخد بالك؟ انا رايح طنطا وانا وطني اصلا في القاهرة، وكنت رايح اسكندرية. فهمت ازاي؟ فدي غير دي. يوم السفر دوت مش فيه مشقة؟ ما هو هيقصر حتى لو انا عايش يوم، حتى بعد السنة مسافر. طب ما قالك ما انت بتقصر يوم السفر، يعني ايه المسافات وقت الاستراحات لما بتنزل الاستراحات. تعرف السفر بتاعنا 10 ساعات مثلا. طيب خلاص اقصر، هتكسر في الترانزيت لما تنزل ترانزيت تكسر، لكن افرض مفيش ترانزيت وصلت البلد وانت ناوي تقعد فيها شهر لا هتتم خلاص، نام شوي نام شوي ومصل، خد لك اسبرينه في الجل شاي، خد دش صار ريح نفسك شوي، واخد بالك؟ مفيش خروج من خلافنا، مفيش لا لا، اصل انت طالما ناوي تقعد اكتر من 20 وقت اسمك متم بقى خلاص. جميل.
لا مش على جميع المذاهب، على مذهبنا احنا، مذهبنا احنا، لان الاحناف عندهم 18 يوم حد الاقامه، وبعدهم يقول لك 10 ايام. اقل من كده اقل من كده تقصر. انا كان حماية حنف رحمه الله، وانا كنت شافعي طول عمري، فكنت سافر معاه ساعات جمص صيف زمان وكان ولادي صغيرين، هو يقصر وانا اتم، لان احنا مسافرين هنقعد اسبوع، هو حنفي بقى 7 ايام دي بالنسبه له لسه مسافر، يقعد يقصر هو يستمتع بالقصر، وانا بقى ايه اتم بقى، انا شافعي اعمل ايه، كل واحد على حسب مذهب. لكن هو كان حنفي، فكان عنده الاقامه، مده الاقامه عنده اطول شويه من الشافعي، احنا هنشيل الوقت فما زاد، واخد بالك؟ والله تعالى اعلم. أذن يا سيدي. فبيقول أي المتلبس بالسفر، لما بيقول ويجوز القصر للمسافر، فالشارح اللي هو ابن قاسم الغزي بيقول على كلمة المسافر إيه؟ أي المتلبس بالسفر. فالشيخ البيجوري بيشرح الشرح فبيقول إيه؟ أي لا العازم عليه ولم يتلبس به، لأن صيغة اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل، فالمسافر حقيقة في المتلبس بالسفر، والضارب حقيقة في المتلبس بالضرب، وهكذا، والآكل حقيقة في المتلبس بالأكل، والشارب حقيقة في المتلبس بالشرب، مش كده برضو؟ وهكذا بقى امشي على طول. والمصلي حقيقة في المتلبس بالصلاة، مش اللي واقف على القبلة لسه وبيعد الهدوم، مش كده برضو؟ لكن اول ما ينوي تكبيره الاحرام بقى اسمه مصلي، وهكذا. واشار الشارح بذلك الى انه يجوز له القصر من حين تلبسه بالسفر، ولا يتوقف على قطع المسافه بالفعل، فالجواز من ابتدائه لا من انتهائه. وقلنا يبتدي السفر امتى؟ لما يجاوز حيطان المدينه، لما يقطع التذكره من ايه، من محطه الرسوم، نعيد تاني. هذه معناه ايه اللي هو ابتداء سفر، يعني هو واقف على محطة القطر والشنط محطوطة على الرصيف، ولسه القطر ممشيش، وركب القطر بقى لسه مش مسافر، لحد ما القطر ايه يعدي الحدود بتاع المدينة اللي كان مقيم فيه، خدت بالك؟ يبقى اسمه مسافر. قول قصر الصلاة الرباعية لا غيرها من ثنائية وثلاثية، قصر الصلاة أي المعهودة شرع، وهي المكتوبة مش أي صلاة، يعني قصر الصلاة أنا بيتكلم عن الصلاة المفروضة، وهي المكتوبة يعني المفروضة أصالة، فأل الصلاة هنا للعهد الشرعي، لأن ممكن تكون أل للعهد أو للجنس أو للاستغراق، مش كده برضو؟ أما أقول مثلا إيه، الماء طهور لا ينجسه شيء، الحديث كده صلى الله عليه وسلم بيقول الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى الالف واللام في الماء هنا لايه؟ للاستغراق، تستغرق جميع انواع المياه، ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين، فهو طهور لا ينجسه شيء، خلاص؟ يبقى يسموها ماء للاستغراق، الف واللام هنا للاستغراق. طيب اما يقول انما الماء من الماء، إنما الماء يعني إيه؟ الماء اللي هو الغسل، من الماء يبقى الألف واللام في الماء الثاني للعهد، الماء المعهود الذي يوجب الغسل اللي هو المني، فهمت؟ يبقى يسموه للعهد الذهني. أما يقول إنما الماء يبقى الماء المطلق اللي بيستعمله في الغسل، من الماء يعني يجب من اجل ايه؟ من اجل الماء المعهود ذهنا، يبقى الالف واللام الثانيه للعهد، مش كده برضه؟ اللي هو الماء المني يعني خروج المني، فهمتني؟ طيب يبقى في حاجه اسمها عهد ذهني وفي عهد شرعي. اما اقول لك ايه الصلاه قصر الصلاه الرباعيه، يبقى في عهد الشرع عهد الينا ان ايه؟ ان الصلاه المكتوبه صلوات معينه، 5 صلوات بس. طيب انا اقول لك الالف واللام هنا للعهد الشرعي مش للعهد اللغوي، لان العهد اللغوي الصلاه يعني ايه؟ يعني مطلق الدعاء، مطلق الدعاء وخلاص، فهمتني؟
الصلاة أي المعهودة شرعا وهي المكتوبة أصالة. فأل اللي الألف واللام اللي في الصلاة دي للعهد الشرعي، ما قالش للاستغراق، وإلا لو كانت للاستغراق يبقى تستغرق الصلاة النافلة والصلاة الفريضة كلها، فهمتني؟ لكن دي للعهد الشرعي. وخرج بالمكتوبة النافلة وبالأصالة المنذورة. المكتوبة أصالة أي من الشرع، لكن ممكن تبقى مكتوبة على الإنسان مفرورة لكن ليست من الشرع وفرضها على نفسه. نظر على نفسه أن يصلي كل يوم 4 ركعات لله، دي ما تقصرش لا في الحضر ولا في السفر، فهمتني بقى؟ يبقى ده هيصليها، هيصلي 4 ركعات برضه لأنها دي منذورة. يبقى هنا بيقول لك إيه؟ المكتوبة أصالة، يبقى المكتوبة خرج النافلة وأصالة خرج المنذورة. كل كلامه مهم. وأما المعادة وأما المعادة فله قصرها إن قصر أصلها وصلاها خلف من يصليها مقصورة، أو صلاها إماما سواء صلى الأولى جماعة أو فرادى كما صرح به العلامة الرملي وغيره. وأما المعادة أنا بعيد صلاة سفر، كنت مسافر السنة اللي فاتت وبعدين افتكرت ان انا علي صلاة ما صليتهاش، او صليتها وكان وضوئي في خلل كويس، فانا علي صلاة عصر صليتها وانا مسافر وبطلة لأي سبب طرأ علي البطلان، وبعدين عرفت هعيدها وانا هنا في مصر في القاهرة واصلها مقصورة، فلي ان انا ايه اعيدها مقصورة، لي ان انا اعيدها مقصورة طالما اصلها مقصور، لكن ليا ان انا اعيدها تامة برضه، يعني ليا الاثنين، فهمتني؟ لو هي فاتت عليها صلاة مثلا عصر من اسبوع، ما هو العبرة بأصلها، ما هو متين مناسب ومفسد، لا ما هو العبرة بأصلها، يبقى صلاة يعني انا وانا مسافر افتكرت صلاة عشاء امبارح وانا في البيت ما صليتهاش، نسيت لاني سهرت وبتاع وانا متعود ان انا اصلي العشاء في اول وقتها، فصحيت صليت الفجر عليني بصلي العشاء، وبعدين وانا مسافر وفي الطريق افتكرت ان انا ما صليتش عشاء امبارح، نسيت خالص، يا دوب افتكر اصليها متم لان هي اصلها متم، مش كده برضه؟ طيب. وقول الشيخ الخطيب وهذا هو الظاهر، وان لم ارى من صرح به لا ينافي تصريح غيري بانه لا غيري به، لانه انما نفى رؤيته لا التصريح به في الواقع. ده كلام ايه بيعلق على كلام الامام الرملي. قول الرباعية قصر الصلاة الرباعية نسبة لرباع لانها 4 ركعات، وقول لا غيرها اي لغير الرباعية، وقول من ثنائية وثلاثية بيان لغيرها. وعندنا قول في المذهب ان الثلاثية يجوز قصرها وهو ضعيف غير مشهور، دي من نوادر المذهب، من نوادر المذهب بس غير مشهور ان الثلاثية. طيب. وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط، هيقول لك بقى شرائط القصر الخمسة، وجواز قصر الصلاة الرباعية الى اخره، اشار بتقدير ذلك الى ان قول المصنف بخمس شرائط خبر لمبتدأ محذوف دل عليه قوله ويجوز لأنه مصدره، ولكن لا حاجة لهذا لأن الكلام منتظم بدونه، فإن قوله بخمس شرائط متعلق بقوله يجوز، ويجاب عن تقدير الشارح بأنه حل معنى لا حل إعراب. وجواز قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط، يعني بيقول لك بخمس شرائط دي الحرف الجر والمجرور بخمس، دي حرف جر وخمس ده مجرور، الجر والمجرور ده متعلق بيجوز، انما كلام الشارح جواز جايبها بالمصدر كده علشان نقول ان بخمس دي تبقى خبرها جر ومجرور متعلق بالخبر، بيقول لك لا ده حل معنى مش حل اعراب، لان ده كلام الشارح داخل في وسط كلام ايه المصنف الاصلي. بخمس شرائط أي على ما ذكره المصنف،
وإلا فقد ترك شروطا أخرى. الأول أن يكون سفر أي الشخص في غير معصية. هو هيجيب لك شروط أخرى الأول قبل الخمس شرائط اللي قايلها المصنف، خد بالك. الأول دوام السفر يقينا في جميع صلاته، فلو انتهى سفره فيها كأن بلغت سفينته دار إقامته أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه في الثانية. يبقى من الشروط المهمة عشان يقصر دوام السفر طول ما بيصلي. يعني أنا راكب السفينة وناوي صلاة الظهر قصر، فوانا بصلي في الركعة الثانية بصيت لقيت السفينة الربان صفر اننا دخلنا في حدود البلد بتاعتنا، فهمت؟ وانا جوه الصلاة وتم وجب علي الاتمام معيني ناوي قصر. ليه؟ لان صرت مقيم، فهمت؟ يبقى عشان يجوز القصر تفضل مسافر متلبس بالسفر طول مدة الصلاة نفسها، واضح؟ الثاني قصد موضع معلوم بالجهة، مش هائم تيجي تقابله مسافر رايح فين، والله انا طفشان رايح هربان اي حاجة مش عارف يروح فين، ماشي كده هو من بلاد الله خلق الله، يبقى يسموه هائم. ده لا يقصد موضع معين، ده ما يقصرش. يبقى عشان يقصر لازم يكون قصد موضع معين عشان نبقى عارفين المسافات، فهمتني؟ انما الهائم اللي مسافر ده، والعبد الآبق الهربان، والمجرم اللي هربان، واخد بالك ازاي؟ لا يجوز سفره لانه سفره معصيه. لو كان مجرم، لو مظلوم وهربان عشان يقبضوا عليه يبقى سفره مش معصيه، لكن هائم ما يقصرش برضه، مش عشان هو سفره معصيه، لا علشان هو مش محدد قصده، فهمتني؟ طيب. والثاني قصد موضع معلوم بالجهه، ده شرط مهم يبقى عارف جهته، يعني سواء كان معينا بالشخص او لا. فمتى قصد سفر مرحلتين من جهة من الجهات كالشام، سواء قصد بلدة معينة كالقدس او لا قصد. طب افرض ان انا قاصد ان انا اسافر، مسافر فين يا ابني؟ انا مسافر الشام. طب الشام دي مدن كتيرة، ده في مدينة اسمها حلب، وفي مدينة اسمها القدس، وفي مدينة اسمها دمشق، كتير اهو الشام وخلاص، واخد بالك؟ يبقى يقصر. ليه؟ لانه الجهة دي برضو اكتر من ثلاث مراحل، فهمت ازاي؟ يعني مش شرط يحدد مدينة معينة، يكفي. بخلاف الهائم وهو من لا يدري اين يتوجه، فان لم يسلك طريقا سمي راكب التعاسيف. راكب التعاسيف بقى في كتب الفقه، يعني ايه راكب التعاسيف؟ اللي هو ماشي في اي جهة، خارج كده تفشار، لا عربية نقل ماشية، شاور لها يقول له رايح فين، يقول له رايح معاك، يركب مع الراجل بتاع العربيه النقل، يمشي على طريق الواحات، الراجل بتاع العربيه يتغاظ منه يقول له انزل هنا، انت ما اديتش هتديني اجره، شكلك مفلس، انزل هنا، روح نازل هنا، يروح واقف في الشارع يلاقي عربيه ثانيه ماشيه في طريق مش عارف 30 يشاور، ده اسمه راكب التعاسيف. اسمه ايه؟ راكب التعاسيف، يعني ماشي في اي جهه حسب ما يتيسر ليه، هو ملوش دعوه، هو عايز يبعد وخلاص، فهمت؟ يبقى الهائم اللي هو ماشي ولا يدري اين يتوجه، فان لم يسلك طريقا سمي راكب التعاسيف، فلا قصر له برضه، وان طال سفر، وراكب التعاسيف ده لا قصر له وان طال سفر. وكذا طالب غريم او آبق، او انا مسافر بطلب مين؟ انا راجل شغال في جهاز الامن شرطي، وبعدين انا بجري ورا ايه؟ ورا الخط، خط الصعيد ظهر تاني وعايزين نقبض عليه، وكل يوم بنركب العربية البوكس ونجري ندور عليه هنا وهنا وهنا، يبقى انا بجري ورا غريم او ورا مجرم، انا برضو ما اقصرش، انا مش عارف هقابله فين، ماليش جهة معينة، او اللي جاي يطلب او ما هو ده سفر معصية حقيقة، ده ما يقصرش اصلا، ما هو ده برضو سيدنا مش دمي ومعلوش قصر. مين ده؟ اللي هو الغريم ده طالب. ليه افرق الغريم ده يا اخي؟ ده حقي ورايح اجيبه، يبقى انا معصيه ليه؟ والراجل الشرطي اللي رايح يقبض على الحرامي وبيجري وراه ده يبقى معصيه؟
صبول هنا بدا قصر له وانطال سفره وكذا الطالب غلب. لا ده بيتكلم على راكب التعسيف. وكذا مين يعني وكذا طالب غريم او ابق لا يعلم موضعه برضه لا يقصر، مش علشان سفره معصيه، علشان مش محدد جهته، عشان مش محدد الجهه، بس مش عارف هيروح جهه معينه، لا يعلم موضعه يرجع متى وجده. نعم ان علم انه لا يجد مطلوبه قبل مرحلتين وقصد سفره مجاز السفر. بتاع الشرطه الضابط ده ركب البوكس قالوا له ده في بني سويف وهو في الجيزه، يبقى ناوي يطلع على بني سويف يقصر خلاص، لانه حدد جهه خلاص، خدت بالك؟ انما ماشي على طريق بصر اسيوط الله اعلم، هيقابله في البدرشين، هيقابله في مزغونه، هيقابله في اي بلد تقابله زي ما يقابله بقى، يبقى ده ما يقصرش. لكن جه في النقطه بتاع الشرطه بتاع الصف قالوا له ده معدي من هنا بقاله يمكن 4 ساعات، ليه الوقت في المنيا؟ يبقى ناوي على المنيا خلاص يقصر بقى، خدت بالك؟ وهكذا. يبقى الحاجات دي كلها تبقى في ذهن الانسان عشان يعرف. نعم إن علم أنه لا يجد مطلوبه قبل مرحلتين وقصد سفرهما جاز له القصر كما في الروضة وأصلها. وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين لغرض صحيح. الهائم ده اللي هو مش محدد جهة، في أثناء كده ما سافر بعد يوم ولا اتنين افتكر إن الحتة الفلانية المدينة الفلانية دي حتة كويسة ممكن يستريح فيها شوية، وطلعت على بعد مرحلتين، يبقى له أن يقصر خلاص حدد جهة. يعني يوم مرحلتين؟ مرحلتين يعني حوالي ما احنا قلنا حوالي 80 كيلو كده. وثلاث مراحل حوالي 120 كيلو. يا مرحلتين. تقريبا. كما شملته عبارة المحرر للإمام الرافعي، كتاب للرافعي. وفي تسمية هذا هائم النظر، ولو كان أسيرا. أسير بقى، أسرينه الجماعة الأمريكان ومركبينه البوكس. وماشيين فيه من بلاد الله خلق الله في العراق، مش عارف هيودوه البصرة ولا هيودوه الكوفة ولا يحدوه جوانتانيما ولا مش عارف ايه السجون اللي عملوها دي. هو اسير بقى ومعادين وما يعرفش. ولو كان اسيرا ونوى الهرب متى تمكن منه لم يقصر، لانه كالهائم كويس. ولو علم بطول السفر طالما هو ناوي يهرب في اي لحظة يبقى ايه ما يكسرش. ما لم يبلغ مرحلتين، ما عرفش يتحين فرصة يهرب لحد ما قطعوا 80 كيلو يكسر بقى كويس. وإلا قصر. ومثل ذلك يأتي في الزوجة الناوية انها متى تخلصت من زوجها رجعت. زي الزوجة برضو اللي هي مسافرة وناوية تتخلص من جوزها، قاعده بتتحايل عليه طول السفر ومسافره معاه، خلصني بقى، طلقني بقى، ريحني بقى، لا استنى اما افكر في المحطه الجايه، المحطه اللي بعدها، استنى لسه. وقاعدين يتناوشوا، يقول لا طيب لو طلقتك والعيال هنقعدهم فين؟ طب ومين هياخد الشقه اللي في الساحل الشمالي؟ طب ومين هياخد شقه المقطم؟ طب ومين اللي هياخد العربيه؟ قاعدين بقى يتفاوضوا شغلانه. وبعدين وقف في الاطنطا لسه برضه، واقف في كفر الدوار لسه المفاوضات ما خلصتش. يا الحمد لله عند سيدي جابر اتفقوا على كل حاجه، لا يلا روحي انت طالق خلاص نفدت الحمد لله الحمد لله. ومثل ذلك ياتي في الزوجه الناويه انها متى تخلصت من زوجها رجعت، والعبد الناوي انه متى عتق رجع، فلا يقصران لان مش محددين جهه. فهمتني ازاي؟ قبل مرحلتين، يبقى دول ايه؟ اول ما يعدي بقى المرحلتين يعني 80 كيلو فما زاد يقصروا، مش متعلقين بحدود البلد، دول متعلقين بحدود ال 80 كيلو فما زاد، لانه لو كان خلص قبل ال 80 كان هيرجع. ويقصران بعدهما. ولو تبعت الزوجه زوجها او العبد سيده او الجندي وهو المقاتل للكفار نسبه للجند وهم المقاتلون الامير في السفر، ولم يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر له قبل بلوغه مرحلتين. راجل حمش واخد مراته تقول له احنا رايحين فين؟ تقول له الستات ما تعرفش حاجه، احنا كده نظامنا كده في عيلتنا، نتجوزهم ما نقولهمش احنا هناخدكم فين، اسكتي. واخد بالك؟ راجل حمش واخدها معاه ما تعرفش رايحه فين ماشي. او العبد مع سيده او الجندي مع قائده في الحرب
ممكن علشان الحرب خدعة مش عايز يقول للجنود الوجهة، علشان هو عامل خطة معينة فيركبهم العربيات ويمشوا، ولما صفر صفارة ولا ضربة طلقتين يبقى ننزل هنا. خدت بالك؟ يبقى في الحالات دي كلها ما يقصرش، لا الزوجة تكسر ولا العبد يكسر ولا الجندي يكسر، لحد ما يمشوا 80 كيلو فما زاد، 80 كيلو فما زاد يبتدوا يكسروا. خلاص؟ واضح؟ فلا قصر له قبل بلوغه مرحلتين، فإن بلغهما قصر كما في الأسير. فلو نوى كل واحد منهم مسافة القصر وحده دون متبوعه لم يقصر، لأن نيته كالعدم. يعني الست لو نوت مسافة القصر وهي أصلا ما تعرفش جوزها رايح فين، زي قلت، لأن يمكن جوزها رايح بنها بس مش رايح اسكندرية، ما تعرفش، تبقى نيتها زي عدم، لأن نيته كالعدم. نعم الجندي غير المثبت في الديوان، يعني غير المثبت في الديوان المتطوع، ما هو في جنود متطوعة وفي جنود إيه عاملة، ده الجندي الغير المثبت في الديوان ده المتطوع يسموه، له القصر لأنه ليس تحت يد الأمير. الجندي المتطوع ده براحته، يقول أنا والله أنا ماشي معاهم مع الجماعة دول، لو وصلوا لحد اسكندرية أديني ماشي معاهم، ما وصلوش انا هكمل واروح اسكندريه بالمره عشان ازور سيدي المرسى ابو العباس. يبقى ده متطوع، ده امير نفسه، يبقى ده له القصر ملوش دخل بالجيش، غير الثاني الايه العامل المثبت في الديوان، لانه ليس تحت يد الامير وقهره، بخلاف المثبت في الديوان اللي هو العامل، لانه مقهور تحت يد الامير كبقيه الجيش. والثالث التحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة كنية الإتمام والتردد في أنه يقصر أو يتم. يبقى لازم يبقى إيه؟ يبقى نيته مش مترددة، دي من ضمن الشروط. التحرز عما ينافي نية القصر في دوام الصلاة كنية الإتمام والتردد في أنه يقصر أو يتم. يا ترى الصلاة دي يعني يجوز في الموضع ده أقصر ولا ما أقصرش؟ يا عم الدين يسر، يا عم نقصر، يا عم الله أكبر، أو ده ما ينفعش، ما ينفعش النظام ده، لأنه ده متردد، ده يتم لحد ما يعرف، فهم؟ يتعلم بقى، يتعلم الفقه ويعرف عشان يبقى إيه جاز، فهم؟ والتردد في أنه يقصر أو يتم، والشك في نية القصر. افرض إن أنا نويت الصلاة قصر، وبعدين وأنا بقرأ الفتحة قلت يا رب أنا نويت القصر ولا ما نويتش، فهمت ازاي؟ من دمشة السفر بقى ترددت في نية القصر علي الاتمام، لان انا متردد مش فاكر ان انا نويت القصر ولا لا. خدت بالك؟ والشك في نية القصر، وان تذكر في الحال انه نواه، حتى لو تذكر في الحال انه نواه، طالما مر مرحلة شك يبقى يغلب الايه الاتمام لانه هو الاصل. فلو نوى الاتمام بعد نية القصر أو تردد في أنه يقصر أو يتم بعد نية القصر مع الإحرام، أو شك في نية القصر، فلا قصر في جميع ذلك، كل ده يتم. واضح الكلام؟ الرابع أن يكون سفره لغرض صحيح، يكون سفره سفر لغرض صحيح، مباح أو إيه أو واجب أو مستحب، لكن مش مسافر سفر معصية، هذه معنى لغرض صحيح، كزيارة وتجارة وحج، لا مجرد التنزه ورؤية البلاد، فإنه ليس من الغرض الصحيح لأصل السفر، بخلاف خد بالك، مسافر من أجل أنه يتنزه فقط، يتنزه فقط، عندنا احنا ده مش غرض صحيح، يتم ما يجراش حاجة بس يتم، لكن مش عارف. عشان كده احنا ايه لما بنيجي نسافر تملي بننوي زيارة الصالحين، يعني اصلا مسافرين اسكندريه عشان نصير نتنزه يعني، لكن احنا ايه بننوي زياره الصالحين، فهمتني ازاي؟ يبقى دخل غرض صحيح هنا زياره الصالحين، فبتروح تزور العلماء وتزور الاولياء الاحياء منهم والاموات، تزور بعض اقاربك اللي هناك او بعض اصدقائك، واخد بالك؟ لان برضو من ايه لما من زار اخا له في الله قيل تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، فكل دي حاجات تصحح غرض التنزل. واضح؟ طب انا اخويا مثلا في الساحل الشمالي وعازمني، فانا رايح اتنزل في الساحل الشمالي، لكن انوي معاها ان انا ايه هشوف اخويا،
حق الرحم، واخد بالك؟ يبقى ده غرض صحيح، صلة الرحم، إجابة الدعوة ده غرض صحيح، هأجيب دعوته، هو دعاني إنه يعزمني عنده، يقعدني عنده كم يوم، يبقى دي كلها أغراض صحيحة. يبقى لازم إيه أفهم إيه إزاي أحول سفري إلى غرض صحيح شرعي عشان أساب، عشان أساب في كل خطواتي. بخلاف فإنه ليس من الغرض الصحيح لأصل السفر، بخلاف ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير وسلك الطويل لغرض التنزه فإنه يكون غرضا صحيح. لو أنا أصلا مسافر لغرض صحيح لكن أنا لي طريقين، طريق طويل بس جميل يعني طبيعته حلوة، فأنا قلت أخذ الطريق الطويل ده نحن نتفسح في السكة على ما نوصل للغرض الصحيح بتاعنا، يبقى هنا يقصد، لأن التنزه جاي عرضي مش أصلي، فهمتني؟ التنزه جاي عرضي مش أصلي. فإنه يكون غرضا صحيحا للعدول عن القصير إلى الطويل فيقصر حينئذ، وكذا لو سلك الطويل لغرض ديني كزيارة كزيارة وصلة رحم. أنا مثلا إيه عمتي ساكنة في طنطا، فأنا هاخد الطريق الزراعي بدل ما أخد الطريق الصحراوي علشان أزور عمتي بالمرض في السك، يبقى في صلة رحم، واخد بالك إزاي؟ مع ان الطريق الزراعي اطول شوية، فهم؟ يبقى في الحالات دي تمشي كصلة رحم او دنيوي او لغرض دنيوي سهولة الطريق، لانه ده طريق عامر في اصلاحات كتير، في عربيات، في نقاط استراحات كويسة، او في مثلا صيانة للعربية لو عطلت الاقي ميكانيكي الاقي حاجة، فانا اخدت الطريق ده احسن عشان كده، كسهولة الطريق وأمنه. لا إن سلكه لمجرد القصر، لكن ما سلكش الطريق الطويل، يعني أنا بيني وبين بنها طريق 80 كيلو وطريق تاني 50 كيلو، أو ما نمشي الطريق 80 كيلو فأكثر عشان أكثر، ده مش غرض صحيح، إلا لو كان بقى الطريق 80 كيلو ده أأمن، إنما الطريق 50 كيلو القصير ده فيه قطاع طرق، فيه بتاع أي حاجة، يبقى معلش. والخامس آخر حاجة ونقيم الصلاة، والخامس العلم بجواز القصر. ما ينفعش واحد يقصر وهو ما يعرفش احكام القصر اصلا، يا صابت يا خابت، ما ينفعش. انت ما تعرفش احكام القصر، صلي صلاتك كالمعتاد خلاص لحد ما تتعلمها، فهمت؟ يبقى ما تتعلمها اقصر، تبقى على علم، يبقى لازم العلم بجواز القصر. فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلا لم تصح صلاته كما في الروضة وأصلها. خد بال، لازم الواحد ياخد باله من الحاجات. أنا كنت بصلي في استراحة العمليات من أسبوع كده العصر، كان عندنا عمليات طويلة، واليوم ده وأنا اليوم اللي قبله ما نمتش، فجيت على صلاة العصر إيه بقيت بنام على روحي، يعني أقرأ الفتحة بنام في الوسط، فصليت العصر 5 ركعات، نسيت يعني في الصلاة، وأنا إمام واللي بيصلي ورايا التمركين العمليات والاطباء ومجموعه، فولا واحد فيهم قال لي سبحان الله، يعني عشان ينبهني، انا شكيت فبنيت على الاقل ورحت قايل، فبقول لواد من بقول للدكاتره ما نبهتونيش ليه؟ قال لي والله احنا كلنا كنا تعبانين، قلنا يمكن احنا اللي ناسيين فمشينا وراك، قلنا خلاص اللي ناسي زي صلاته صحيح. قام واد تمرج كده دمه خفيف بيقول لي لا يا دكتور يسري، ده انا كنت فاكر والله، بس انا افتكرتكم في مصر هنا بتصلوا العصر 5 ركعات. يعني يرضيك الكلام ده؟ هو اصلا من بلد جاي من بحر مش عارف من كفر الشيخ ولا ايه، قلت له انتوا في كفر الشيخ بقى العصر عندكم كام ركعه؟ يعني ده رد، ده يرضيك الردود دي؟ او ده بقى جاهل، جاهل مدقع، يعني حاجه مصايب دي، حرام كده، واخد بالك؟ انت عارف ان العصر 4 ركعات، هتقول لي في مصر 5 وفي بلدنا 4، وبعدين لما تروح اوروبا يبقى 3، ما ينفعش يا ابني العصر كلهم. فدي ردود ايه عجيبه تدل على ان ايه الانسان ما عندوش اي فقه خالص. فتجنب مثل هذا، لان الصلاه مع مجموعه كبيره خالص. ايوه خلاص، تعلموه جواز القصر. بيقولوا له وهم راكبين الاوتوبيس يا جماعه احنا هنكسر، اصل القصر ده رخصه وده سنه وده مش عارف ايه، وسمع كلمه من هنا على كلمه من هنا، فخلاص عرف انه جائز.
يبقى دي الصورة غير هنا. التاني ده ما يعرفش، ده نزل كده بيصلي الظهر، بس لقى الإمام سلم من ركعتين فرح مسلم معاه وتنه ماشي، ما سألش حد، واخد بالك؟ قال يمكن في بلدهم سلوا بلادهم كده، هنا بيصلوا الظهر هنا ركعتين. ما ينفعش زي الجدع اللي بيقول لي اصل انا قلت يمكن العصر في مصر 5 ركعات. ما ينفعش النظام ده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرنا وكان ذكري بغافل. Fuck this.